لا تسرع فالموت أسرع، مثل اعتدنا سماعه لكن قلة تطبقه، لا سيما محبو المخاطرة على الدرجة النارية. المخاطرة وتحدي الموت على الدرجة النارية ظاهرة تنتشر في طرقات معظم مدننا العربية ومنها طرقات لبنان، حيث صورنا هذه المشاهد. هذه الدرجات النارية التي يحلل البعض أن يسميها آلات الموت لا تشكل فقط خطرا على من يقودها، بل أيضا على بقية السائقين. نحن عنا هواية منحبها كتير، حي الله واحد بجربها بده ينبسط عليها كتير، والدولة بدلها تطاردنا، ما خلي يحطوا لنا ملاعب فيست لحتى نشوف. نحن ما بدنا نعمل زعرانات على الاسترادات مثلا مثل ما بقول، نحن بنطلع من قبل بنبسط نريح راسنا، واحد معصب بيطلع لها بفش خلقه بس مش اكثر ولا اقل. ساعات من العروض الخطرة والجنون على الطرقات لم يوقفها سوى حضور دورية الشرطة اللبنانية. على طول بيلحقونا وكذا ما بيقدروا لنا يعني، بس ما خلينا يتركونا بحالنا ويعملوا لنا شي مطرح لنا، يعملوا لنا العالم تتفرج علينا مثل يعملوا له قانون للموتوسيكل، يعني مثل السياره، لانه العالم بلبنان ما عنده احترام للموتوسيكل، كانه ما في حدا ماشي، كانه برغش ماشي على الطريق، فمش انا كنا نضطر نطول احنا والدرك مش متفقين يعني. وبحسب جمعية يازا اللبنانية تتسبب الدرجات النارية بإصابات تبلغ 35 ضعفاً عما تسببه السيارات، وراكبو الدراجة النارية الذين لا يستعملون الخوذات الواقية معرضون لكسور في الرأس بنسبة 4 مرات أكثر من الذين يستعملونها. من بيروت، شرب الأبو ديوان، العربية.